بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أما بعد، إن شاء الله تعالى وبعجالة وبتيسير من الله جل جلاله وعم نواله، ننظر في حديث رواه ابن ماجة وأحمد بن حنبل عليهما رضوان. يقول فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يخص قراء القرآن: من أعطي ثلث القرآن، أي أعطي حفظا وعملا، فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد قرأ، هنا حفظ وتمعن وعمل، فقد أعطي النبوة كلها، غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى، فيقرأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن. قريت مثل حفظ بالتمام، يعني يعي ما يقرأ ويعمل بوحيه. ثم يقال له: أقبض، فيقبض. ثم يقال له: أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اللي يتوجه للحديث هذا يرى أغلب الناس محرومين. شكون اليوم من معتني بولاده باش يحفظوا حتى بعض صور قصار؟ وهل ينتقل عند المحطة هذه إلى محطة أخرى؟ هي العمل، عملك الصغير ذاك بقدر ما يستطيع من فهم تلك الآيات الكريمات. أين هم هؤلاء؟ يقول لك نهز ولدي الكتاب ولا نحفظ القرآن، لكن هل مشيتوله هو أهل باش يلقن القرآن ليصبح من أهل الله وخاصته أم لا؟ هل هو يجمع المال ولوج في الصيت والسمعة، أو يبحث عن رضا الله في تعليم الناس والنشر الصاعد كلام الله ويتعلمه قولا وعملا؟ أقول قولا وعملا، خضر منذ حصول الحيطات انفصل القول عن العمل. لذلك ما زلنا والعياذ بالله قليل منا في محطة الدنيا أمام الشعوب وأمام وفي كل الحضارات الآن لا تجد لأهل القرآن كلمة تسمع. لماذا؟ لأن الناس جربوهم أنهم على خواء وربما على نفاق، وربما يصنعون عكس ما يؤمرون به. وقلنا كم من مرة يكثر العباد الجهال والقراء الفسقة. إذن الفسق الخروج عن حدود الله، خاصة في مضمار القرآن، فيما يخص القرآن الخروج يكون معنا تكاليف وعواقبه وقيمة جدا. يعني تكلف لما تعب كبيرة، وثم يعني جي المرارات والأيام النحسات والعياذ بالله، ولن نخرج من هذا البلاء إلا بالرجوع إلى ما هو وحي حقيقي يفعل فينا الخير الكل. يعني القرآن لم ينزل إلا لخير، وما دمنا في شرفة، أين نحن من القرآن؟ لا أحد ينكر أن أغلب الناس اليوم في ضنك، في شدة، في انعصاب، ستريس. لماذا؟ لأنهم فارغين، خاوين من روح القرآن وأنواره. إذن احذروا الصورة هذه اللي ذكرناها، ربما تكونون محرومين منها يوم القيامة، لأنه لحد الآن أهل الله وخاصته قليلون. لذلك أخواتنا يتعثرون في كل مكان، في مصر، في الشام، في كل مكان يتعثرون، لأن القرآن ربما يحفظ لكن بقي العمل
كما قلنا من عطل الجهاد الفريضة السادسة أسقطوها، فكان ما كان، ما كان ما كان من عجيب من العواقب، حتى أهل السيسي على لعنة الله عليهم ومن شكلهم يفعلون بإخواننا ما يشاءون. إذن ربما مصر عادت إلى أوقات فرعون ربما رمسيس الثالث حين نكل باليهود، لأنهم يعني أهل شؤم وأهل شر وغدر وأهل مذلة. والآن إخواننا في مصر ربما يلتقون مع بني إسرائيل في هذه المرتبة، لكن لا نريد لهم ذلك، لأن موصل السيسي يصبح فريعا إلا بأخطاء إخواننا، لأنه قلنا لا تكن لينا فتعصر. أين الشدة عند ما تقتضي الأمور أن نكون أشداء؟ أين نحن من الشدة؟ لو كان فينا جزء قليل من الشدة لما حدثت أنفس من مريضة أصحابها بالانقضاض على ما هو بداية انعتاق من عصور الانحطاط. إذن لابد من نأخذ الدرس. القرآن لا يحفظ بكلام فقط، القرآن يأتي خيره حين ندخل إلى ميادين الفعل، نكون على الساحة العالمية وقرآن يمشي بمشيتنا، والقرآن يعلو بصوتنا وأعمالنا وأمجادنا. هكذا يكون العمل، وإلا فلا إسلام. الإسلام ليس يجزأ، الإسلام تام ويليه الإيمان الكامل والإحسان الجميل. هكذا يكون العمل وإلا فلا. وإذا أرسل رسالة بسيطة إلى إخواني في مصر والشام، لابد أن يراجعوا أمورهم. أين ذكر الله في التصدي للكلب بتاع سوريا؟ أين ذكر الله؟ هل وصل إلى الآفاق؟ هل وصل إلى عنان السماء؟ هل سمع به أحد؟ فما كان الجيش الحر، لكن الحر مما؟ الحر من نظام فاسد، أو الحر من هيمنة إبليس الذي أنساهم ذكر الله؟ ذكر الله لا يكفي في الصدور يا ناس. الأمة هي اليوم مطالبة باش تنهض وتجدد العهد مع الله لتعيش أمجادا جديدة، ولا يكون ذلك إلا بملء الدنيا كلها بذكر الله والتكبير والتهليل والتوحيد والمضي على خطى نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا يستغفر الله 100 مرة كل يوم أو 70 مرة، لكن لا يستغفر وهو لا يذكر الله. ما استغفر إلا وأنه قد ذكر الله، وفي الاستغفار ذكر الله. أين نحن من هذه القيم؟ أين نحن من هذه السنة الرفيعة، رفيعة الشان، سيرة عطرة نسيناها؟ أين منا من يقتفي أثر النبي في سيرته؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في اليمن الكبير، وكان في الوفاء لربه، وكان يعيش مع القرآن، وكان يطبق أوامر الرحمن. إن أمر أن يغزو فيغزو، لأن وقع علينا الظلم، فلابد أن نرد من الظلم إن استطعنا. يعني يقول ربي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هكذا علمنا ربنا. وإن شئنا بعد ذلك أن نطلق سبيل الأسرى أو نغفر لكل من سبقت منه الإساءة إلى ديننا، هذا زيادة في الأجر عند الله. لكن البداية لابد أن تكون فيها الشدة. الشدة هنا لأن ندافع عن حياض الدين، ندافع عن حرمات الإسلام، وخطوط حمر قد انتهكت واعتدي عليها. أين المجيبين إلا قلة من الشباب؟ أما الشيوخ أغلبهم لا يعقلون، إنهم طلاب الدنيا وطلاب كراسي، ترنوا أنفسهم إلى سدة الحكم لا غير. احذروا ذلك،
نحن لسنا بطلاب دنيا، ونحن لا نريد استكبارا في الأرض، نحن نتواضع لله ونرجوه أن يقبل منا ذلك التواضع، لكن لا نعطي الدنية في ديننا. واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أمر إلهي، فلا بد أن يستجاب بصدق. سمعنا وأطعنا، نحن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، من منافقي السنة ومن منافقي الشيعة ومن شرق وغرب، أغلبهم لا يعقلون ولا يأتي منهم خير حتى يرجع إلى الله تائبين. أعيد الحديث، من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها، غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة اقرأ ورقة، فيقرأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن، ثم يقال له أقبض فيقبض، ثم يقال له أتدري ما في يديك؟ وإذا في يدي اليمنى الخلد، أي في جنان الخلد، وفي اليسرى النعيم، وينظر إلى وجه الله الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورضوانه.